مرحبا بكم مشاهدينا ضمن فقرة جديدة من الجزائر، تأخذكم هذه المرة ضمن جولة داخل أكبر وأجمل متحف للفن الحديث والمعاصر، متحف لو ماما. يأخذ هذا المتحف مكانا من شارعي العربي بالمهيدي بالعاصمة الجزائرية، ويطل على زواره من على نوافذ تخلق فضولا لاكتشافه من الداخل. الداخل الذي يكتسي نمطا معماريا يجمع بين جودة الديكور وطرازه وبين ثقافة الجزائر والإرث المعماري الأندلسي. متحف لو ماما هو الوحيد الذي قاوم التغيير، ما هو تاريخ هذه التحفة المعمارية؟ يعود تاريخ مبنى المتحف الوطني للفن المعاصر إلى ما بين سنتي 1901 و1909، حينما أرادت السلطات الفرنسية تشييد بناية بقلب العاصمة لتكون مقرا للأروقة الفرنسية المسماة لغالري دو فرانس. وبعدها بقى هذه البناية بقت وفية لوظيفتها التجارية حتى بعد الاستقلال، حيث كان الجزائريون يقصدونها لقضاء حاجياتهم واقتناء المواد الاستهلاكية حتى سنة 1988، لتدخل بعدها هذه البناية في سنوات من الركود والجمود إلى غاية 2005، حيث قررت السلطات الجزائرية إعادة ترميم وتأهيل هذه البناية بأيادي وسواعد عمال جزائريين، ليتم بعده تدشين هذا المتحف في 2007. هذا النوع من العمارة يطلق عليه الطابع نيومورسكي، وهو طابع خاص أتى به جون سيليستر جونار وهو الحاكم الفرنسي العام في سنة 1900، حيث أعطى أهمية بالغة له منذ مجيئه، واعتمده في أغلب المناطق هنا في الجزائر لأنه يجمع بين الطابع الجزائري المحلي وبين الطابع الأوروبي. مساحة 3000 متر مربع تتوزع كل مجموعات الفن الحديث من بداية القرن العشرين، وكذا الفن المعاصر الجزائري والأجنبي على حد سواء، حيث تتزين جدران متحف لو ماما بتشكيلة من اللوحات وكذا الصور الفوتوغرافية أحيانا لفنانين جزائريين وعالميين. هذه عينة من لوحات أسطورة الفن التشكيلي الفنان الجزائري محمد السياخم، وهو واحد من الأسماء الإبداعية المعروفة في العالم في الحركة التشكيلية المعاصرة. ومعنا المستشار الثقافي للمتحف الأستاذ نور الدين بومعروف. مساء الخير. حدثنا عن أهم اللوحات المطروحة أو المعروضة هنا في المتحف، متحف لو ماما. المتحف يقوم بمعارض دولية، وهذا المعرض المقام حاليا بعنوان التراث التصويري الذي يعرض لنا مجموعة من الفنانين التشكيليين الجزائريين، ومن بين هذا الفنانين الذي أمامنا هو الفنان محمد السياخم الذي يعتبر من عمالقة الفن التشكيلي الجزائري. إضافة إلى الفنان السياخم هناك فنانين آخرين جزائريين مشهورين كمسلي وبوزيد ومحمد لوعيل. إضافة إلى هذا المعرض يقوم المتحف الوطني بقيام بمعارض في مجال الصور الفوتوغرافية والمهرجان الدولي للفن الحديث والمعاصر، كما أنه يشارك في تظاهرات جزائرية كتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.